الله خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع، منهاج الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في الخطبة الماضية عن الطلاق وظاهرة الطلاق وآفة الطلاق، أبغض الحلال إلى الله عز وجل، والذي قد يكون حراما من المحرمات، بل ربما في بعض الأوقات كان كبيرة من الكبائر. واليوم أريد أن أحدثكم قبل أن نستكمل موضوع الطلاق، أن نبدأ من الصفر، من أول الطريق. إنما يحدث الطلاق إذا لم يوفق الإنسان منذ البداية إلى الزواج الصالح، إذا لم يوفق إلى الزوجة الصالحة، ولم توفق المرأة إلى الزوج الصالح، لابد أن نبدأ الطريق من الخطوة الأولى. الخطوة الأولى حينما يريد الإنسان أن يتزوج، لابد أن يكون قصده زواجاً دائماً، أن يتزوج امرأة هي زوجة العمر، لا يتزوج لأيام أو لأشهر أو لسنين ثم يغير امرأة بأخرى. لا ينبغي أن يكون هذا قصد مسلم. المسلم يتزوج بنية التأبيد، أن هذه امرأته أبداً، لا يفكر في طلاق، هذا هو الأصل. ولذلك ما دامت هذه زوجة العمر وشريكة الحياة وأم الأولاد، فلا بد أن يدقق كل التدقيق، ويتأنى كل التأني، ويحسن الاختيار. لابد أن يستخير وأن يستشير، يستخير الخالق ويستشير المخلوق. يصلي صلاة الاستخارة حينما تتوجه نيته إلى فلانة بنت فلان، لابد أن يصلي صلاة الاستخارة ويدعو الله عز وجل بالدعاء المأثور: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه،
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه هي صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. استخارة صلاة ودعاء، ليست فتح كتاب ولا شيئا من هذا، وهي دعاء إلى الله أن يهديه إلى أفضل الأمرين وأصوب الاختيارين، ولا ينتظر بعدها رؤيا ولا شيء من هذا. ليس هذا من ضروريات الاستخارة كما يفهم بعض الناس، هي دعاء ورجاء إلى الله عز وجل. وعليه بعد ذلك أو مع ذلك أن يستشير. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. يستشير من يثق به من الناس، من يثق بحسن رأيه ومن يثق بحسن دينه. لا يستشير أحمق من الناس، لا يستشير بليدا ولا جاهلا لا يعرف الأمور، ولا يستشير من لا يثق بدينه، ولا يستشير من لا يحبه ولا يخلص له، من يتمنى له الشر. لابد أن يستشير الخيرين الذين يحبونه من أهل الرأي وأهل الحكمة. لا تستشر غير ندب حازم أرب قد استوى فيه إصرار وإعلان. لا يستشير الإنسان إلا من هو أهل للاستشارة. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. ويحب الإسلام هنا أن يكون الزواج برضا كل الأطراف. إذا كان على الخاطب أن يستخير ويستشير، فعلى المخطوبة نفس الأمر. عليها أن تستخير الله إذا تقدم لها فلان وابن فلان، نفس الصلاة ونفس الدعاء. وتستشير من حولها، تستشير أمها وتستشير أختها الكبرى أو الصغرى، وتستشير عمتها وخالتها. ولا تستشير العابثات ولا اللاهيات، ولا تستشير الحمقاوات. وكذلك أهل الفتى وأهل الفتاة يجب أن يشتركوا في هذه القضية. الزواج ليست علاقة بين زوج وزوجة، الزواج مصاهرة. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أنت لا تكسب زوجة، بل تكسب عائلة إلى عائلتك وعشيرة إلى عشيرتك. لابد أن تعرف من تصاهرهم، فلابد أن تعرف أهل الزوجة، لابد أن تعرف أهل المخطوبة. فالمرأة بنت بيئتها، إياك وخضراء الدمن. فخضراء الدمن هي المرأة الحسناء في المنبت السوء. لابد أن تحسن البيئة، تعرف البيئة التي تختار منها المرأة، لأن الإنسان ينشأ على ما نشأه عليه أبوه وأمه. ولذلك جاء في الحديث: تخيروا لنطفكم. أنت تختار لنطفتك، تختار أما لأولادك. لذلك الشعر العربي يقول: ممتنا على أولاده بعد كبرهم، وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. قل: أول فضل لي عليكم وأول إحسان لي إليكم أني اخترت لكم أما صالحة فاضلة شريفة عفيفة. هذا أول ما ينبغي للإنسان أن يفكر فيه، فيختار المرأة ويختار البيئة، يختار المرأة الصالحة الدينة. قد يعجبه الجمال، قد يعجبه الحسب والنسب، ولكن لا مانع من أن يكون هذا في اعتباره، ولكن الشيء المقدم على كل اعتبار هو الدين، هو الصلاح.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ابحث عن هذه المرأة الصالحة. والصلاح كثيرا ما يفهمه الناس خطأ، سواء في الرجال أم في النساء. ليس الصلاح هو الدروشة، ليس الصلاح في المرأة أنها تكون مغطية وجهها بنقاب، ليس الصلاح في الرجل أن يكون طويل اللحية أو قصير الثوب. ليس هذا هو الصلاح. قد يكون الرجل كذلك أو المرأة كذلك، ولكنه سيء الخلق، رديء الطباع، سليط اللسان، لا يعاشر ولا يقبل. هذا ليس. ابحث عن الدين والخلق. ولذلك جاء الحديث يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه أو فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. من ترضون دينه وخلقه. ابحث عن دينه، هل يصلي؟ هل يؤدي الصلوات؟ هل يعرف المساجد؟ هل يتلو كتاب الله؟ هل هو رجل يخشى الله عز وجل؟ أهم من طول لحيته ومن قصر ثوبه، هل في صدره قلب يخاف الله، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يخشى من الحرام ويتحرى الحلال ويتجنب الشبهات استبراء لدينه وعرضه؟ ابحث عن هذا. وبالسؤال يمكن أن تعرف، وبمعرفة المخالطين لهذا الرجل. جاء رجل إلى سيدنا عمر يشهد على رجل بالصلاح، فسأله عمر رضي الله عنه: أأنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا، لست جارا له. قال: أعاشرته في السفر الذي يسفر عن أخلاق الرجال؟ الإنسان في السفر تبدو طبائعه وأخلاقه وملامحه الحقيقية. قال: لا، لم أعاشره في سفر. قال: أعاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف فيه حرص الرجل من ورعه، حرصه على الدنيا أم ورعه عن الشبهات؟ هل؟ قال: لا. قال: لعلك رأيته في المسجد يهمهم بالقرآن، يرفع رأسه تارة ويخفض رأسه أخرى. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: اذهب فلست تعرفه. ما عرفت الرجل. إذا كنت كل ما عرفته إن شفت قاعد يقرأ القرآن، هذا ليست معرفة لشخصية الإنسان وأخلاق الإنسان وسلوك الإنسان. وقال للرجل: اذهب فأتني بمن يعرفك حقيقة. لابد أن نعرف من هو الرجل الصالح ومن هي المرأة الصالحة. لابد أن ندقق في هذا عندما نريد أن نتزوج، ولابد أن تشترك الأسرة كلها في هذا الأمر، وأن تضع موازين دقيقة ومعايير سليمة لحسن الاختيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال للآباء: آمروا النساء في بناتهن، يعني شاور المرأة في زواج بنتها. لا تنفرد أنت أيها الأب وحدك وتحكم ما تريد وتفعل ما تشاء ولا تسأل عما تفعل وتزوج المرأة برأيك أنت وحدك. لا، لابد أن تشرك الأم. اسألها: جاءني فلان ابن فلان وهو يطلب بنتنا فلانة، ما رأيك يا أم فلان؟ المرأة أخبر ببنتها من أبيها، البنت تفضي إلى أمها ما لا تفضي إلى أبيها، وتجترئ عليها ما لا تجترئ على أبيها.
والمرأة أعرف بالمرأة من الرجل بالمرأة. ولذلك من حسن التخطيط للزواج أن تستشار الأم في زواج ابنتها. وإذا كانت الأم تستشار فأولى من يستشار هو البنت نفسها. لا ينبغي أن يستبد الرجل بتزويج بنته أو بالضغط عليها وفرض إرادته عليها حتى يزوجها من يريده هو.